صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. نحن عم كيفكم اليوم؟ بخير والحمد لله. أسرع واحد. نعم. نضع جميعنا وضعية الصوت. جود هنا. يلا من أيضا؟ سمير بيساني. صباح الخير. صباح الخير. ناس أنا لم أكمل درس امبارح. يلا سنكمل هذا وهذه. أيضا وصلت إلى الثالث سطر ولم أكمل. محمد حج علي، افتح الكاميرا. محمد حج علي، رينا افتحي الكاميرا يا رينا لو سمحتي. يلا من ايضا لم اكتب اسمه من الحضور. ادم افتح الكاميرا لو سمحت. مس. طيب اذا نعم سوف نقرا. سترى ماذا سنفعل. اولا سنلعب لعبه الاسئله. يلا نختار رقم من 1 إلى 15 ونضع جميعنا وضعية الصوت صامت ولا نتكلم من دون إذن، ومن يريد التكلم فقط فليرفع يده عبر raise hand لكي أراكم. يلا إذا سنبدأ مع لانا مراد. أجل. يلا يا لانا اختاري رقما. 16. 16 ولكن لا يوجد 16، يوجد من 1 إلى 15. خمسة عشر. طيب هل حدث مرة وكذبت على أحد؟ بكل صراحة يا لانا. أنا مش متذكرة. من يوجد إلى جانبك؟ أمي. قولي لها أنها لحظة الاعتراف. يلا يا لانا، هل حدث مرة وكذبتي على أحد؟ أجل. من؟ على أصدقائي في المدرسة؟
طيب. كلا. طيب شكرا لك يا لانا وعلى صدقك ايضا. يلا اذا ننتقل لمحمد حاج شحاده. نعم نريد جميعا ان نكون مثل التلميذ رياض يقول الصدق. نعم يا يلا يا محمد اختر رقما. رقما 10. 10 رقم 10. ما عكس كلمة وقف؟ ماذا؟ ما عكس كلمة وقف؟ قاعدة. لا نقول قاعدة، ماذا نقول في اللغة العربية الفصحى؟ جلس. نعم؟ جلس. جلس، أحسنت يا محمد، شكرا لك. جود. أجل. يلا يا جود. اختاري رقما. عشرة. يلا بسرعة يا جود. عشرة. عشرة اختاره محمد، اختاري رقما آخر. ثمانية. ثمانية. ما مؤنث كلمة معلم؟ معلمة. معلمة، أحسنت شكرا لك. لانا فرشوخ. أجل. يلا يا لانا اختاري. واحد. واحد. ما معنى صادق؟ كاذب. المعنى، المعنى وليس العكس، ضد. بس أنا أعرف الإجابة. لا أريد أن أسمع لانا فرشوخ. يلا يا لانا بسرعة يا لانا، سينتهي الوقت. فرحة. نعم. فرحة. فرحة، لا صادق. صادق إجابة خاطئة يا لانا، قد خسرتي معنا. يلا يا آية اختاري رقما يا آية. ثلاثة. ثلاثة. ما مرادف كلمة يلعب؟ مرادف؟ نعم. قد ظهر معنا في سؤال ببطاقة المراجعة مرادف كلمة يلعب. بس أريد أن أذهب إلى الحمام. اذهب. يلهو. يلهو، أحسنتي شكرا لك. يلا الآن حمد الحجار. اختر رقما يا محمد، اختر رقما. مس. نعم. اتلك بسرعه كتابات عن... يلا عندما ننتهي، عندما ننتهي. يلا يا محمد. خمسة. خمسة، رقم خمسة. ما عكس كلمة صادق؟ العكس يعني الضد. يلا بسرعة يا محمد. مع... لم أسمع. نعم. مع كاذب. كاذب، أحسن شكرا لك. يلا يا سمير. سمير بيساني. نعم. يلا أسمع. مس. واحد. واحد اختر رأس. نعم. هل يمكنني أن أذهب إلى المرحاض؟ اذهبي. يلا يا سمير، ما معنى صادق؟ يلا يلا يا سمير بيساني. لا لم يكذب. لم يكذب.
يعني ممكن أن تكون. طيب سأعتبرها صحيحة. طيب أو مثلا يقول الحقيقة. نعم. يلا إذن يلا يا رينا. خمسة عشر. اختاري رقما آخر. أربعة. ما عكس كلمة سألة؟ جاوب أو أجاب. أحسنت، شكرا لك. محمد حاج علي، وافتح الكاميرا أيضا. لكن اثنان. اثنان، ما معنى النافذة؟ نافذة شباك. شباك، أحسنت، شكرا لك. سالي. نعم. اختاري رقما يا سالي. ثلاثة. اختاري رقما آخر. اختاروه هذا. أربعة. اختاري رقما آخر، اختاروه. وخمسة أيضا اختاروه. ستة. طيب ما الفرق بين المرادف والضد؟ ماذا؟ نعم؟ ما أسمع. ما الفرق بين المرادف والضد؟ يلا يا سالي بسرعة، ما معنى المرادف؟ ما هو المرادف؟ يعني المرادفات، مثلا أنا قلت لك ما مثلا ما مرادف كلمة يلعب، ما معنى المرادف؟ يلا يا سالي، واحد، اثنان، ثلاثة يا سالي، شكرا لك يا سالي، كنت أتمنى منك الإجابة بسرعة. سمير الحاج، اختر رقما. سبعة. سبعة؟ ما معنى ساحة المدرسة؟ ملعب المدرسة. ملعب المدرسة، أحسنتي. ملك، أحسنت. يلا يا ملك اختار رقما، اختاري رقما. خمسة عشر. اختاري رقما آخر. بس 11. 11. ما معنى جديد؟ قديم. المعنى وليس الضد. جميل. ما هو جديد؟ ما معنى جديد؟ يلا بسرعة. جميل. جميل؟ لا، ليس جميل.
واحد، اثنان، ثلاثة، خسرتي. يلا يا دعد. اختاري رقما يا دعد بسرعة. أحد عشر. ما معنى جديد؟ المعنى وليس الضد. ما معنى الجديد؟ يلا بسرعة. يلا بسرعة. يلا يا دعد، أين أنت؟ آدم افتح الكاميرا يا آدم. واحد، اثنان، ثلاثة، خسرتي يا دعد. أنا أقول المعنى وليس الضد. يلا يا تانيا اختاري رقما. نعم، 12. ما عكس كلمة جديد؟ العكس يعني الضد. صوتك منخفض جدا يا تانيا. ليس جديد. لا أنا أقول ليس جديد. ماذا نقول؟ إذا كان يوجد عندك لعبة ليست بجديدة ماذا نقول عنها؟ قديمة. أحسنتي. طيب شكرا لك. إذن آدم، يلا يا آدم. آدم افتح الكاميرا يا آدم. افتح الكاميرا واختر رقما. بس ما بدي اعلي الصوت. نعم. يلا اختر رقما. بس الواحد الى 15. اختر رقما اخر. نعم. ستة. ستة. اختر رقم. ما الفرق المرادف والضد يا آدم؟ ستة. ما الفرق المرادف والضد؟ يلا يا آدم. آدم هل تسمعني؟ يلا يا آدم قل لي ما معنى المرادف وما معنى الضد؟ ما الفرق بين المرادف والضد؟ يعني ما معنى المرادف وما معنى الضد؟ شكرا.
جميل آدم. واحد، اثنان، ثلاثة. يا آدم خسرت، شكرا لك. طيب إذا سننتقل الآن، انتهينا من هذه اللعبة وسننتقل إلى بطاقة المراجعة. هل أنتم جاهزون؟ لسه فدكتم؟ نعم نعم جاهز. سوف نقرأ. يلا سنقرأ النص قبل أن مس سنقرأ بس أقرأ. سأختار، اسمعوني جيدا. أنا اسمعوني جيدا. نضع جميعنا وضعية الصوت صامت، وأنا سأختار تلميذان للقراءة. تلميذا يقرأ وتلميذا يصحح له الخطأ. ومن يصحح الخطأ ومن كان يصحح الخطأ سيعود ويقرأ النص من بعده. حسنا، يعني أنا سأختار تلميذان الآن. سأختار لانا مراد لقراءة النص، وسأختار رينا لتصحح للانا الخطأ. رينا أنت ستصححين للانا الخطأ. حسنا حسنا، يلا يا لانا ابدأ القراءة. التلميذ الصادق كان رياض يلعب في ساحة المدرسة فتناول حجرا ورماه فأصاب زجاجا نافذة الصف فكسره. وعندما دخل الأستاذ الصف. شكرا لك يا لانا. يلا يا رينا أنت ستقرأين، ولكن في الأول اختاري من سيصحح لك الخطأ، ولكن بسرعة. سأختار ملك. ملك، ملك تصححين ليلانا الخطأ لرينا. يلا يا رينا ابدأ. وعندما دخل المعلم للصف سأل التلاميذ من كسر لوح الزجاج، فوقف رياض وقال أنا يا أستاذ كسرته دون قصد. شكرا لك يا رينا. ملك، يلا يا ملك اختاري بالأول من سيصحح لك الخطأ. آية. آدم. آية. آية، يلا يا آية ستصححين لملك الخطأ. يلا ابدأ اكمل القراءة يا ملك. وقف فقال. وقال المعلم أشكرك على سخطك، ولكن عليك دفع ثمن لوح الزجاج. فقال رياض سأفعل يا أستاذ. يا شكرا لك يا ملك. آية أنزل. يلا يا آية اختاري من سيصحح لك الخطأ. جود، يلا يا جود ستصححين لآية الخطأ. التلميذ الصادق كان رياض يلعب في ساحة المدرسة فتناول حجرا ورماها فأصاب زجاج النافذة الصف فكسره. شكرا لك يا آية، ولكن جميعكم تنسون الحركات، أريد منكم أن تقرأوا مع الحركات. يلا يا جود. عندما يلا يا جود اختاري أول من سيقرأ، أن من سيصحح لك الخطأ. لانا. لانا، لانا من؟ لانا فرشوخ. لانا مرات قرأت لانا. يلا يا لانا فرشوخ ستصححين لجود الخطأ. يلا أكمل القراءة يا جود. وعندما دخل المعلم الصف سأل التلاميذ من كسر لوح الزجاج، ووقف رياض وقال أنا يا أستاذ كسرته دون قصد. شكرا لك يا جود.
دون قصد. شكرا لك. يلا يا لانا فرشوف، اختاري من سيصحح لك الخطأ. سالي. يلا يا سالي. سالي هنا، لحظة لنرى سالي. سالي هل أنت هنا؟ سالي فقط سالي أين أنت؟ لماذا تنامين مثلا؟ أريد أن أراك دائما على الكاميرا. سالي لا أريد منك القيام، أريد فقط أن أراك على الكاميرا. حسنا يلا يا سالي تصححين لي لانا الخطأ. يلا يا لانا. فقال الأستاذ، فقال المعلم، فقال المعلم: أشكرك على صدقك، ولكن عليك سالي أنت تصححين الخطأ. عليك عليك دفع ثمنا لوحا جديدا فقال سالي أنت سالي لماذا لا تصححين الخطأ؟ فقال سأفعل، فقال رياض سأفعل يا أستاذ. شكرا لك يا لانا. سالي سالي هل تسمعيني يا سالي؟ يلا يا سالي. سالي أنت هنا؟ تسمعيني يا سالي؟ سالي؟ الآن من لم يقرأ بعد؟ محمد حجي حادث. أنا لم أقرأ. يلا محمد حجش حادث، اختر من سيصحح لك الخطأ. أنا. سمير. سمير بيساني. سمير بيساني. سمير بيساني ركز محمد جيدا، ستصحح له الخطأ. كان رياض يلعب في ساحة المدرسة، فتناول حجر رماه فأصاب زجاجا إذا صحي فكسرها. شكرا لك يا محمد. يلا يا سمير بيساني أكثر من سيصحح لك الخطأ. سمير الحاج. سمير الحاج انتبه جيدا لسمير. يلا سمير وسمير. يلا. دخل المعلم الصف، سأل التلاميذ من كسر اللوحة الزجاجي، فوقف رياض وقال: أنا يا أستاذ كسر
كسرته دون قصدي. قصد. أحسنت. قصد. أحسنت يا سمير. سمير الحاج، اختر من سيصحح لك الخطأ. سالي. سالي. سالي أتوقع لا تسمع. سالي هل تسمعين يا سالي؟ سالي هل تسمعينا؟ اختر اختر تلميذا آخر يا سالي. محمد الحجار. محمد الحجار تصحح لسمير الخطأ. يلا يا سمير، أين أنت يا سمير؟ نعم. يلا اقرأ. من أين؟ من عند. فقال المعلم. فقال المعلم: أشكرك على صدقك، ولكن عليك دفع ثمن لوح الزجاج. فقال رياض: سأفعل يا أستاذ. شكرا لك يا سمير. إذن محمد الحجار ستقرأ النص، ولكن اختر أولا من سيصحح لك الخطأ. مس. نعم. محمد حجش حاد قرأ. محمد الحجار. قلت محمد حجش الحجار. يلا يا محمد اختر من سيصحح لك الخطأ. تانيا. من؟ تانيا. الصوت ليس واضح. من قال تانيا؟ قال تانيا. تانيا. يلا يا تانيا ستصححين الخطأ لمحمد الحجار. يلا اقرأ يا محمد. التلميذ الصادق. كان رياض يلعب في ساحة المدرسة، فتنان ولا وحجرا ورماه فأصاب زجاجا نافذة الصافي فكسر. شكرا لك يا محمد الحجار. تانيا. يلا يا تانيا اختاري من سيصحح لك الخطأ. دعت. يلا يا دعت ستصححين لتانيا الخطأ. أكمل القراءة. وعندما دخل المعلم الصف سأل التلاميذ ده من كسر اللوح الزجاج، فوقف رياض وقال: أنا يا أستاذ كسرته دون قصد. شكرا لك يا تانيا. دعز.
أين دعد؟ دعد هنا؟ دعد ليست هنا؟ طيب إذا نادرة، سأختار نادرة، افتح الكاميرا يا نادرة. نعم. يلا اقرأي، أكمل القراءة ولكن اختاري أول من سيصحح. طيب نادرة بسرعة. اوكي كيف اعمل؟ لا اختار، لا لحظه اختار مين بدي. لا بعد، يلا يا نادره اقراي. فقال قال معلم سأشكرك على صدقك، ولكن عليك دفع ثمن لوح الجديد. قال رياض سأفعل يا أستاذ. أحسنت يا نادرة، شكرا لك. طيب الآن محمد حاج علي، يلا يا محمد اقرأ النص من العنوان. قام رياض يلعب في الصف، كان التلميذ الصادق. كان رياض في ساحة المدرسة، فقال ولا حجر ولا مرح، فأصاب زجاجة الصف. شكرا لك يا محمد، أحسنت، شكرا لك. إذا من لم يقرأ بعد؟ آدم؟ آدم افتح الكاميرا، لا أريد منك إغلاق الكاميرا يا آدم. يلا اقرأ النص. مش مبين الصورة عندي. مس أريد أن أقرأ مرة أخرى. لا قرأت. ماذا ترى يا آدم؟ لا مش عم نشوف النص. ناس مس ترى؟ مس أريد أن أذهب إلى المرحاض. يلا يوجد دقيقة واحدة وتنتهي الحصة وستذهبين. ما أشوف حدا غير. أجل مس لح تخلص الحصة. نعم. إذا الجميع قرأ النص. سالي هل تسمعيني يا سالي؟ بدك تبي تاكل معكي وقت تجيني؟ بحب ادور سالي. هل انت هنا؟ هل تسمعيني؟ سالي.